أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت الكريم أنت العظيم، يا ذا العلا يا ذا المقام. أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المغام. أنت الودود أنت الغفور، واكتب لنا سبل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج وقفات. الله تبارك وتعالى أمرنا بعبادات شتى وكلفنا بتكاليف كثيرة، كل عبادة من هذه العبادات وكل تكليف من هذه التكاليف شرعه الله تبارك وتعالى لأمر واحد، لإعلاء كلمة سبحانه وتعالى ولإقامة ذكره. أي عبادة؟ الصوم، الحج، الزكاة، الجهاد، أمر معروف، نهي عن المنكر، كل هذه العبادات شرعها الله تبارك وتعالى لإقامة ذكره ولإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. وذكر الله عبادة عظيمة يترتب عليها أجر عظيم، وهي في ذات الوقت من أسهل العبادات. أودي الآن إخواني أخواتي كلنا الآن، حتى الآن وإحنا نسجل هذه الحلقة، بودي أننا نستشعر هذه الكلمة. ذكر الله من أعظم العبادات لكنها من أسهلها، أجورها عظيمة كما ستسمعون بعد قليل، ولكن مع الأسف الشديد من يعمل بهذه الأذكار قليل. وأنا أتكلم الآن عن كل ذكر، أرجوك أن تقول في نفسك أنا أطبق هذا الأمر ولا لا. كل واحد فينا الآن، كلنا نتفق الآن، أعظم عبادة ذكر. ما من عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى إلا لإقامة الذكر، وعليها أجور كثيرة جدا ما يتصور الإنسان حجم هذه الأجور، ومع ذلك من يعمل بها قليل. قبل كل شيء لنستذكر شيء من آيات الله تبارك وتعالى. الله أمرنا بالذكر فقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر، بل سبحانه وتعالى ما أمرنا بالذكر فحسب، أمرنا بالإكثار من ذكره. يعني إذا كنت ستقول سبحان الله، لا، أمرنا بالإكثار من أن نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أمرنا بالإكثار من ذكره. ماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ الآن إخواني حينما أقول قال الله، يعني هي موجودة في كتابه الكريم، قالها الله لأهميتها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، إيش؟ ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. أنت تسبح في الصباح وتسبح في المساء وتسبح في كل حين، اذكروا ذكرا كثيرا حتى في أصعب المواقف وفي أحلكها. أمرنا سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لو تأملنا إخواني أخواتي، الله سبحانه وتعالى وعد عباده المكثرين من ذكره بالأجر العظيم. أعيدها، الله سبحانه وتعالى وعد عباده المكثرين من ذكره بالأجر العظيم. ماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في سورة يعني كلنا يحفظها، في سورة الجمعة:
يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح لا شك أنه من الأجر العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في صحيح مسلم، يوم من الأيام يسير والصحابة معه، مر على جبل، قال: هذا جمدان، اسم الجبل، سيروا، سبق المفردون. سبق كلمة مفهومة، المفردون. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم السابقون. وأرجوكم إخواني أخواتي، حينما أتحدث عن هذا الموضوع أرجوكم لتكون هذه الرسالة لنا. انظر في نفسك كم الوقت الذي تعطيه للذكر، أي ذكر الله، وكم الوقت اليوم اللي احنا نعطيه لكلام ما له معنى. انظر إلى الناس في هذه الوسائل اليوم، الوسائل التي انتشرت، يعني ما يحتاج يطلع من بيته ولا يروح مجلس ولا يتكلم، ولا جالس ويسجل نفسه في واتساب، في انستغرام، في هذه الوسائل، كلام كثير، وين الذكر؟ طيب، هل سأتحدث أنا في هذه الحلقة عن الذكر بصفة العموم والشمول؟ لا لا لا، هذا موضوع طويل يحتاج إلى حلقات، ولكنني سأتحدث عن أذكار نحن نرددها في عبادة واحدة. اتفقنا قبل قليل أن ما من عبادة شرعت إلا لإقامة ذكر الله. سأتحدث عن عبادة واحدة من نبدأ في هذه العبادة حتى تنتهي ونحن نذكر الله، بل قبل أن نبدأ في هذه العبادة لها أذكار قبلها وأذكار بعدها. عرفتم هذه العبادة ما هي؟ عبادة قال عنها الحق سبحانه وتعالى: شرعتها لإقامة الذكر، من أول ثانية فيها إلى آخر ثانية كلها ذكر، بل قبل لا نبدأ فيها ذكر وبعد أن ننتهي فيها ذكر. إنها عبادة الصلاة التي يصل بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، قال إن الصلاة، يقول الحق سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى لإقامة الذكر. وتأمل من بداية الصلاة، بل من قبل لا نبدأ في الصلاة، وكلها أذكار متعلقة بهذه الصلاة. حديثي ليس الآن سأتحدث ماذا نقول في الصلاة، لا، ليس هو عنوان الحلقة هذا، ولكنني سأتحدث عن الفضائل، عن الفضائل التي وردت في جميع الأذكار. قلت في نفسي الآن سأجمع كل هذه الأذكار التي نقولها قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، وأورد الفضائل التي جاءت، وهذا موضوع يطول أيضا. سأكتفي بذكر 7 أو 8 أذكار فقط، وماذا يترتب عليها من الأجر. فإذا كنتم تتشوقون لذلك فدعونا بعد قليل نلتقي لنتحدث عن فضائل الأذكار الواردة في صلاة العبد. فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. أنت السلام، منك السلام، أنعم علينا بالسلام. حياكم الله أخواني أخواتي، وحديثي كما قلت قبل الفاصل، حديثي عن فضائل الأذكار التي نرددها أو بعضنا لا يرددها ولا يذكرها، المتعلقة بالصلاة وما فيها من فضل. لنأخذ ذكر واحد قبل الصلاة، ذكر واحد قبل الصلاة، وهذا ذكر يشترك فيه الرجال والنساء، وذكر واحد في الغالب يكون للرجال ويحصل للنساء أحيانا، لكن الجميل الفضل المترتب على هذا الذكر. ما هو الذكر الذي يشترك فيه الرجل والمرأة؟
وأنا أقول هذا الذكر أرجوك أن تقول في نفسك الآن قبل أن تصلي، هل قلت هذا الذكر أو لا؟ جاء في حديث عمر والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يكمل الوضوء، ثم يقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. هاي رواية مسلم. يا ربي ما هو الجزاء المترتب؟ شوف ذكر قصير جداً جداً قصير، بعضنا ما يقوله، فرغ من الوضوء بس قل هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. يا ربي ما هو الأجر المترتب عليه؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال: من قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. في أجر أعظم من ذلك؟ احنا اليوم مشغولين بأشياء، يتوضأ الواحد ويطلع وهو يمكن يتكلم في أشياء أو يقرأ، وبعضنا صار اليوم مجنون بجواله في يده، يتحركه في يده يقرأ، وأشياء ما لها قيمة أحيانا تكون. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. أنا ما أدري لماذا أحيانا نحن لما نقرأ مثل هذه الأذكار يصير عندنا شك، يصير عندنا ريبة، ويقول بعضنا: والله ما ندري صدق ولا لا. وإذا جاءت بدعة من البدع ضرنا بها ونشرناها، مثل ما ينتشر عند الناس اليوم قصاصة ورقة ولا في رسالة، الآن كلها في جوالات تأتي ترسلها إلى 13 شخص وبتترقى في وظيفتك وبتيك أموال، وإذا ما فعلت ذلك يموت لك أحد من عيالك وتطرد من وظيفتك، وينشط الناس في توزيع هذه البدعة المنكرة. لما يأتيهم هذا الحديث في صحيح مسلم يتقاعس. أقول: لا تفوت على نفسك الأجر يا أخي، سواء كنت رجل كنت امرأة أي إنسان. لو أضفت إلى هذا الذكر أذكار أخرى مثل ما جاء في سنن الترمذي إضافة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في رواية أخرى: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لكنني فقط أوردت هذا الذكر وهذا الأجر المترتب عليه. فأين العامل من الآن، من اليوم؟ اليوم يا إخواني خلونا نخرج من قضية أن احنا نجمع معلومات. بعضنا عنده معلومات، لما يجلس في مجلس عنده معلومات، ويمكن يمطرك بسيل له بداية ما لها نهاية من الرسائل عبر الواتساب، أحاديث كثيرة بس ما يطبق منها شيء، وهذا خطأ. إذن هذا ذكر واحد بعد الوضوء وقبل الصلاة. في ذكر ثاني في غاية الروعة، والله إننا في حاجة إليه، أنا متكلم وأنتم في حاجة إليه، في حاجة شديدة إليه، خاصة في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الشهوات والشبهات. وأنا قلت هذا الذكر الثاني يمكن له علاقة بالرجل أكثر من المرأة، وهو حينما تخرج إلى المسجد. الآن ما صليت، على باب المسجد تريد أن تفتح الباب وتقدم رجلك اليمنى، أردت أن تفتح الباب، تذكر أن هناك ذكر كان يقوله صلى الله عليه وسلم وبشرنا بفائدة هذا الذكر وعلمنا ثمرة هذا الذكر. وين هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه الإمام أبو داود. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ماذا قال؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم،
يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد هذا الذكر قبل أن يدخل المسجد قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. رأيتم الثمرة؟ من منا ما يبحث عن هذه الثمرة؟ الناس اليوم تشتكي ليل نهار من الشيطان وعلقوا كل مصايبهم على الشيطان. يا أخي هذا ذكر وقاية لي ولك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم بقية الذكر، لكن هذا الذكر المنصوص جاء في سنن أبي داود نتيجته يقول الشيطان حفظ مني سائر اليوم. تصور يا أخي لو أنك قلته وأنت تدخل في صلاة الفجر حفظ مني سائر اليوم، لو أنك قلته وأنت تدخل في صلاة الظهر حفظ مني سائر اليوم، لو أنك قلته وأنت تدخل في صلاة العشاء حفظ مني سائر اليوم. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الشيطان عدو لنا، وهذه وسيلة من الوسائل التي نحفظ بها من شر الشيطان. ومن هذه الوسائل التي يتوصل بها إلينا. إذن هذا ذكر ثاني، أذكار قبل الصلاة وذكر داخل الصلاة. الذكر الثاني داخل الصلاة له قصة جميلة. جاء في حديث ابن عمر قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قائلا سمع الله لمن حمده. أو قبل ذلك نذكر حديث في دعاء الاستفتاح، وهذا مهم. دعاء الاستفتاح كثير من الناس لا يأتي به، يعني يقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بين قولك الله أكبر وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هناك دعاء وله صيغ متعددة. هذا الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح وله صيغ متعددة. يوم من الأيام في حديث ابن عمر صحيح مسلم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم فإذا برجل يقول بصوت مسموع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. جملة ثلاث وقصيرة. هل يوم الأيام قلتها في دعاء الاستفتاح؟ يمكن تقول أريد أن أعرف الأجر. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته وسلم قال من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أنا أقول هذا الكلام يا أخواني لنستشعر ما نقول. نقرأ الفاتحة نستشعر الفاتحة. لما أقرأ إنا أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله والفتح سبح اسم ربك الأعلى، لما أقرأ هذه الآيات والمعاني العظيمة أستحضرها. ابن عمر راوي الحديث ماذا قال لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن والده عمر قال فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ما تركت. فهل نقول نحن كما قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ وهناك أذكار أخرى سأتي عليها لكن بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. حياكم الله أخواني أخواتي، ونحن في الفاصل الأخير وحديثنا عن الأذكار التي نقولها
في الصلاة. والمقصد من هذه الحلقة أننا ونحن نقول هذه الأذكار ننبه إلى قضيتين: استحضر ما تقول، استحضر ما تقول، واستحضر الأجر المترتب عليه لتتشجع أن تقوله، استحضر الثمرة. ثمرة قد لا تكون أجر يعني بالحسنات، لكنها قد يكون شيء آخر كما في هذا الحديث القادم. هذا الحديث حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، يقول: يوم من الأيام جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبه هذا حديث عظيم ويحل كثير من الإشكال عندنا. قال عثمان: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. عنده مشكلة مثل ما تحصل لنا، أقول أنا والله ما أدري قريت الفاتحة ولا ما قريت، والله ما قريت، قريت أنا السورة التي بعدها ولا لا، ما أدري أنا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني، ما أدري سجدت السجود السهو ولا ما سجدت. وإذا كبر الإنسان قال: والله ما أدري أنا توضيت ولا ما توضيت، يصير عنده لبس. هذا الإشكال ترى موجود عند عثمان بن أبي العاص أحد الصحابة الكرام، معناته موجود عند الصحابة في ذاك الوقت. وجاء يسأل من يتنزل عليه الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم، ليجد الإجابة فيعمل بها. وهذا الفرق يا أخواني بيننا وبين جيل الصحابة. جيل الصحابة كان يسأل ليعمل، احنا أسئلتنا اليوم ترف، أسئلتنا ترف، نسأل بس من باب الترف العلمي ومعلومات متراكمة مثل الكتب التي يجمعها البعض في خزانة الكتب عنده، قد يكون للتباهي وقد يكون هكذا للمنظر للصورة. عثمان جاء يسأل ليعمل، قال: يا رسول الله، إن الشيطان، والسؤال واضح جدا حتى كلماته جميلة، قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. هذا الشيطان متخصص في الوسوسة، ذاك شيطان يقال له خنزب. طيب ماذا أفعل؟ قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله. هذا ذكر، هذا ذكر، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ذكر. قال: فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الآن ونحن نشاهد هذه الحلقة يا إخواني، كم واحد فينا يعاني من هذه القضية؟ كم واحد فينا يقول بعض الأخوة يقول: أنا أكبر راح ذهني، راح في تجارتي، وآخر يقول أخطط حق المباراة بعد شوي شلون بسوي، وآخر يقول أنا أخطط حق الرحلة اللي بعد شوي. يقول: ولعل الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، أعطوني حل. نقول: إذا صار عندك اللبس فتعوذ بالله، وهو ذكر، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك ثلاثا. قال عثمان: فأذهبه الله عني. طيب هذا ذكر الأول، هذا الذكر الثاني. في ذكر يا أخواني قصير جدا، ذكر قصير جدا، وأنا أعتقد أن كلنا نفعله إلا البعض، بعض الناس نحيس مع نفسه حتى هذا الذكر ما يقوله. هذا الذكر ترى كلمة واحدة، كلمة واحدة، وبعض الناس ما أدري فيه كبر ما يقوله. أنا استغرب فيه شلون بعض الناس ما يقول هذا الذكر في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقوله. ليس أمر فقط، ورتب على ذلك أجر. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث لا يأتيني واحد يقول والله حديث يمكن ضعيف، حديث في صحيح البخاري، الحديث هذا في صحيح البخاري. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام أي إذا قال ولا الضالين آمين، إذا أمن الإمام فقولوا آمين. بس هذا الذكر، بس كلمة واحدة، آمين. إذا أمن الإمام فقولوا آمين.
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تصورون هذا الأجر؟ هذا صحيح البخاري. غفر له ما تقدم من ذنبه، كم عليه من الذنوب، كم عليه من السيئات، كم عليه من الخطايا. إنسان يفكر يقول عمري 50 سنة، 60 سنة، 30 سنة، ذنوب كثيرة. إذا قلت آمين، إذا قلت آمين يغفر لي ما تقدم من ذنبي، يا الله ما أكرمك، ما أرحمك، ما ألطفك. بس منبه على قضية، ترى تقول آمين، لا تقول آمين. يعني بعض الأخوة صلي في جانبك ما يقول آمين، يقول آمين. آمين هذه كلمة لها معنى آخر. آمين يعني قاصدين، آمين يعني يا ربنا استجب لنا، وهذا شيء وهذا شيء. الشاهد أن هذا ذكر، تقول آمين. هذا كله أثناء الصلاة، بس الوقت طبعا يضيق علي، الوقت يضيق علي. لأذكر بعض الأذكار التي نقولها حتى بعد الصلاة إذا سلم الإمام. لا تستعجل، أرجوك أخي وأرجوك أيتها الفاضلة، إذا سلمت من الصلاة لا تقومين، اجلسي في مصلاك، اذكر الله. فهناك أذكار تقال بعد الصلاة، يمكن بعضنا ما يدري ما هو الأجر، وبعضنا يمكن يعرف الأجر لكنه نسى. هذه الحلقة جاءت لأذكر نفسي، أنا المتكلم، وأذكركم ما هو الأجر المترتب على هذه الأذكار. اسمعوا، طبعا الأذكار كثيرة جدا، أنا أذكر لكم ما أستحضره الآن في ذاكرتي، وسأذكر 3 أذكار. 1 بعد السلام. 1 يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة، وحمد الله، من سبح الله دبر كل صلاة 33، يعني قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33. يقول عليه الصلاة والسلام: فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أي أجر هذا؟ سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يتمم 100: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومع ذلك انظر إلى الناس بعد السلام. الآن أنت الآن شاهدت الحلقة، الصلاة التي تلي مشاهدتك لهذه الحلقة، عفوا لا تنظر إلى الناس، احنا اتفقنا تعلمنا في هذا البرنامج ما ننظر إلى الناس، انظر إلى نفسك، شوف نفسك بعد الصلاة. أمامك أجر، أجر أمامك أجر، تغفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، على أذكار تقولها ما تستغرق منك 3 دقائق. إذا كنت متأم شوي على ساعة 5 دقائق، 5 دقائق يغفر لك ذنبك وإن كان مثل زبد البحر. شفتوا زبد البحر؟ في شيء أعظم من هذه الأذكار؟ هذا شيء يسير. في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب في أذكار مخصوصة، والأجر عليها أيضا عظيم. من أخبرنا بذلك؟ أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقول المرأة يعني أنا مع الرجل، إيه أنت والرجل تذكرون الله؟ سواء صليت في المسجد، صليت في البر في المخيم، صليت في المكتب، صليت في السوق، صليت في المسجد، انظر إلى الناس شلون يعني يتسارعون. بعض الأخوة يفوت على نفسه الأجر، لما يسلم الإمام يقوم بسرعة، يوقف عند باب المسجد ويسولف مع صاحبه 20 دقيقة، 20 دقيقة يسولف، يمكن نص ساعة. أحيانا أنت تجلس في المسجد وتذكر الله وتصلي، تصلي الشفع وتصلي الوتر وتطلع وتحصله للحين يسولف مع صاحبه، تروح الخباز تشتري خبز وتستمر البراد وتشتري لك أغراض وتعود، هو لازال هذا لو جلس 5 دقائق قال هذا الذكر
غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. إخواني أخواتي، الأذكار كثيرة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة، يعني الفجر، قبل أن يتكلم، وفي رواية قبل أن يثني رجليه جالس على هيئة ما تغير، وهذه السنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أعطي بهن 7، كتب له بهن 10 حسنات، محي عنه بهن 10 سيئات، رفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، كأنه أعتق 10 نسمات، وكن له حافظا من الشيطان وحرزا من كل مكروه، ولم يلحقه ذنب في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. ومن قالهن حين ينصرف من المغرب كان له مثل ذلك ليلته. صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة الفجر في صلاة المغرب، يردد 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أو يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الأذكار كثيرة، لكن يشار إلي أن الوقت انتهى. إلى أن نلتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت السلام، منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت الكريم، أنت العظيم، يا ذا العلا يا ذا المقام، أشرق لنا شمس السلام، وطمئن القلب المغام.